العميد وصحبه الغرة الميامين، سيد عميد كلية الآداب المحترم، سيد عميد كلية التربية، سيد عميد كلية العلوم، سادة العمداء، سادة الضيوف، سادة أساتذة الأفاضل الأجلاء، أسعدتم صباحا ومحييكم في هذا اليوم، خصوصا التهنئة تكون لأهل الفلسفة، أهل الحكمة، نقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. وعندما نقول الفلسفة بالتأكيد فإننا نبغي الحديث عن أول كلمة وأول نظرية وأول علم قدم للناس، ويكفي هنا أن نشير إلى أننا في الجامعة، في رئاسة الجامعة يومياً توقع العشرات من الأوامر الجامعية، دائماً تسبق يعني تعريف بالشهادة اللي يحصل عليها الطالب، فلسفة في الآداب، فلسفة في الرياضيات، فلسفة في العلوم، فالفلسفة هي فلسفة للحياة. وكلنا عندما يأتي الحديث عن مشاريع واستراتيجيات والحياة قائمة على، طالما تعريف الفلسفة حب الحكمة، فالحياة إذن هي حكمة. ونسعى دائما من خلال الجامعة المستنصرية، من خلال المؤسسات الأكاديمية، أن تكون لغة الحكمة، الحكمة بمعنى المعرفة والمعارف بمختلف هوياتها المعرفية، هي الأساس في عملنا. جامعتنا اليوم ولله الحمد تخطو خطوات واثقة بأن تحتل مكانها أو مكانتها عفوا المتميزة بين نظيراتها من الجامعات العراقية والجامعات العربية. وفي هذا الشأن لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة العلماء الأفاضل الأجلاء الذين ربما كانت في بحوثهم ودراساتهم عظيم الأثر في أن تحتل جامعتنا مكانة متميزة، وأيضا إلى أيضا لهم دور بالاشتراك مع طلبة الدراسات العليا، البحوث التي يتقدمون بها لها شأن ولها منزلة، انعكست على تقدير وتقييم مستوى جامعتنا الحبيبة. وأيضا بالتأكيد لا ننسى الكادر الوظيفي والإداري في الجامعة المستنصرية، هؤلاء أيضا يرفضون ويسندون ويعززون توجهات الجامعة بكل ما له أثر في تقدم هذه الجامعة وتطورها. بالتأكيد شكر إلى عمادة كلية الآداب، إلى رئاسة قسم الفلسفة وإلى أساتذة قسم الفلسفة بهذا اليوم العالمي، هم يقولون عنه يوم، ولكن الحياة في مجملها هي فلسفة، ففي كل يوم هناك فلسفة وحديث عن الفلسفة. فألف مبارك هذا اليوم، وأتمنى التوفيق والسداد للفلاسفة ولما يقدمون من بحوث والدراسات سيكون لها شأن كبير في رب المجتمع. في تأكيد الفلسفة ليست يعني ترف فكري وليست ربما هواء في شبك، بالتأكيد هذه البحوث تحقق وظيفة الجامعة بأنها في خدمة المجتمع. بالتأكيد هذه البحوث قادرة على كشف الأسرار ومعالجة الكثير من القضايا التي تهم المجتمع والشارع العراقي. شكرا جزيلا لمن تولى يعني اللجان العلمية واللجان التحضيرية، بالتأكيد الشبكات الإعلامية لهم شكر تقدير على حضورهم وتغطيتهم هذا المؤتمر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الكلمة الآن للسيد عميد الآداب الدكتور عبد الباقي رجب، تفضل مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة المستنصرية المحترم، السيد عميد كلية التربية المحترم، السيد عميد كلية العلوم المحترم، السادة الحضور الكرام مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجدين. وبعد، أيها الكرام، لا شك أن الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة الذي يصادف الخميس الثالث من شهر تشرين الثاني هو احتفال في غاية الأهمية، تظهر اليونسكو القيمة الدائمة للفلسفة في تطوير الفكر البشري في كل ثقافة وفي كل فرد، وتعد الفلسفة اختصاصا مشوقا فضلا عن كونها ممارسة يومية من شأنها أن تحدث تحولا في المجتمعات، وتحث على إقامة حوار الثقافات تجعلنا نكتشف تنوع التيارات الفكرية في العالم، وتساعد على بناء مجتمعات قائمة على مزيد من التسامح والاحترام، بالحث على إعمال الفكر ومناقشة الآراء بعقلانية، وهي وسيلة لتحرير القدرات الإبداعية الثامنة لدى البشرية. ويمثل اليوم العالمي للفلسفة عملية جماعية للتفكير الحر والمنطقي والمستنير في التحديات الكبرى المرتبطة بعصره، علما أن كلية الآداب تحتفي بهذه المناسبة للعام الثاني عشر على التوالي. أقامت الاحتفال الأول عام 2010، واشتركت مع كلية الآداب خلال السنوات الماضية مؤسسات وجهات علمية وأكاديمية مثل كلية الآداب جامعة بغداد وكلية الفنون الجميلة وبيت الحكمة قسم الدراسات الفلسفية. أيضا استضافت كلية الآداب شخصيات علمية مهمة مثل الأستاذ الراحل حسام الآلوسي والدكتور عقيل مهدي والأستاذ الراحل بلاسم محمد والدكتور محمد الكناني. وذهبت الكلية أن تحتفي بأحد أساتذة الفلسفة سنويا خلال هذا الاحتفال. أقول أخيرا نبارك لقسم الفلسفة أساتذة وطلبة هذا الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، وكل عام وقسم الفلسفة هو الأجمل في كلية الآداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كلمة الفلسفة يلقيها الدكتور علي المرج، فليتفضل إلى المنصة المشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وكما قيل في الحديث النبوي، الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو الأحق بها. أعتقد أن واحدة من مهمات الفلسفة المعروفة هو هذا الانفتاح الثقافي والحوار الثقافي بين الأمم، ولذلك واليوم العالمي للفلسفة، وأستطيع أن أقول أنه يوم كوني باعتبار أن جميع العالم تقريبا أو أغلب دول العالم تحتفي بهذا اليوم. وبالتالي الجامعة المستنصرية دائما بدعم سيد رئيس الجامعة وسيد العميد على تقديم ما هو مفيد لتطوير الفكر الفلسفي، وحقيقة مزيد من الشكر لهم لأنهم دائما مساندين للفلسفة وأهل الفلسفة والمشتغلين فيها. نحن نسعى دائما على أن نجتمع على فكرة جديدة، رؤية جديدة، رؤية عقلانية، نحاول أن نبني من خلالها جسور التلاقي وجسور التواصل مع الثقافات الأخرى. أنا أعتقد واحدة من ميزات الفلسفة أن الفلسفة الإسلامية هي انفتاحها على الفلسفة اليونانية، ومن ثم هذا الانتقال بين حضارات الشرق والغرب. اليوم نحن عند حكم التواصل بين الغرب والشرق أيضا،
الفلسفة هي وجودها وجودها غربي، وبالتالي نحن نلفت على الثقافات الغربية ونتأمل أننا في قادم الأيام لدينا أيضاً المؤتمر الفلسفي العاشر، وندعو جميع الباحثين وجميع المهتمين بشأن الفلسفي أن يشاركونا في أن يقدموا ملخصات، أن يشاركونا في اهتماماتهم. وبالمناسبة هو الموضوع حتى يعني مفتوح على اختصاصات أخرى، هو يعني الفلسفة والعيش المشترك، وبالتالي من الممكن أن تدخل الكثير من اختصاصات يعني المحايدة أو الموازية للفلسفة. وهذا الاشتغال حقيقة إحنا في قسم الفلسفة لأننا على أن نشتغل في اليوم العالمي للفلسفة، كما استطيع أن أقول اشتغالا مغايرا، بمعنى أن الاشتغال لا يكون على موضوعات تدريبية نشرح فيها تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفة فيلسوف ما، وبالمحاولة كما يقال ان واحده من مهمات الفلسفه النقد والتشكيك والاستفزاز، استفزاز العقل، وبالتالي الانفتاح على معارف جديده او رؤى جديده الفلسفه تكون مهمتها هو الكشف عنها. وكما ذكرت اكثر مره ان الفلسفه هناك تقسيمات، الفلسفه الفلسفه من الداخل والفلسفه من الخارج. الفلسفه من الداخل هي ميتافيزيكا، والفلسفه من الخارج هي انفتاحها على العلوم الاخرى. وكما تفضل سيد رئيس الجامعه حينما يمنح أي شخص ما في أي اختصاص يقال أنه يمنح دكتوراه فلسفة في الآداب أو في العلوم أو في باقي الاختصاصات الأخرى. إذن كل شخص يصل إلى مستوى الترضية في اختصاصه إذن هو ينتقل إلى منطقة الفلسفة. أتمنى أن تكون الخطوات الأخرى يعني البرنامج يليق بحضوركم وبعناء الحضور هذا. شكرا للجميع، شكرا للأصدقاء، شكرا لي كل أساتذتنا. أتمنى الخير للجميع. في كل عام اعتدنا أن نكرم علم من أعلام الفلسفة، وفي هذا العام مع احتفالية اليوم العالمي للفلسفة نكرم أستاذنا دكتور محمد حسين النجم. أدعوه للمنصة وأدعو السيد رئيس الجامعة بتقديم درع التكريم. طبعا إذا صحتم لي قال الدكتور محمد النجم أعرفه يمكن من حوالي يعني 13 سنة، كان مدير البحث المصري في الجامعة المصرية، وأنا كنت مدير الدراسات العليا في جامعة بغداد، فكنا مع بعض يعني عرفت ذاك الإنسان يعني رائع في شخصيته، في الورع، في أخلاقه، لا يخرج منه إلا الطيب من الكلام. اليوم يعني ربما هي لحظة مهمة لكن هي أيضا صعبة على قد تقدير بالنسبة لي، يعني أنه اليوم ينتقل إلى مرحلة جديدة في حياة العلمية، هي مرحلة مليئة بالعطاء. وإحنا عندنا رولز بعد أن نحيلها إلى التقاعد مثلا كتب بعض من النظريات بشأن العدالة، وبالتالي إحنا ما نتوقع يعني الدكتور محمد يكون مثل رولز، لكن على قد تقدير أنه هذه المرحلة هي بداية عطاء، بداية مسيرة وليست هذه نهاية. فأني باسمكم ونيابة عنكم اسمحوا لي يعني أتقدم بالشكر لدكتور محمد على جهوده الكبيرة وعطاء العلمي أثر طوال هذه السنوات الطويلة. ونحن في الجامعة المستنصرية نعتز ونفتخر به وبزملاء المبدعين اللي أثروا تاريخ المستنصرية بعطاء علمي كبير. شكرا لك دكتور محمد، شكرا جزيلا. شهادات التقدير سنرى قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم.
وارك لأساتذة الفلسفة في العالم في هذا اليوم الجميل. شكرا جزيلا للسيد رئيس الجامعة على ما تفضل به من كلمة ربما لا استحقها ولكنها تعبر عن أصالته وعن طيبه وعن خلقه السامي. شكرا جزيلا لزملائي في قسم الفلسفة على هذا الاحتفاء، وأتمنى أن نلتقي دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة فقرات قبل أن ننتقل إلى الجلسة العلمية. الفقرة الآن قراءات شعرية لتفضل المنصة دكتور رحيم الساعد ومثل دكتور جواد حاوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحياناً يكون التفاعل أيضاً للشعر وأدعي لأنني من الذين تفاعلوا قديماً عن الشعر، ما يرجعني إلى الشعر وأنني أفضل قصيدة على كل ما تترجم مفهود أو كتب. ضمن فقرات هذا الاحتفاء العالمي بالعقل والفكر وضمن كلية الآداب والفلسفة مقاطع شعرية، ثلاث مقاطع وقصيدة. المقطع الأول: لو أستطيع الرسم فوق جداري لمحوت بعض الحزن من أقداري، ومتى عرفنا بأنهن أرامل أشفقنا من فرط الجوى أفكاري. لو كان بالإمكان محو ملامحي لأظل طفلا أشتهي أسراري. المقطع الثاني: أحن إليك إلى أختي رحمها الله، أحن إليك، أحن لصوت يظل خجولا يموت كثيرا، تقاطع وجه إنما في يديك، أحن إلى نظرة من زوايا دماري وضحك عتيق يضيق عليك، أمر على عشبة في الصباح إلى الآن تنمو على عكازتيك. المقطع الثالث: ما زلت أقارنك لأفهم وأقاتل كل الأفكار لأفهم، أقارن بين سلوك القمر المجبر والمحشور بنصف هلال وبشكل حتمي، وبين تمرد جسد البحر وهو يميل مثل الأنثى. قال: العالم مختبئ خلف الصورة فوق أناملي طفل يخفو هذا العالم مضموم بملامح أمك بالأزهار المنعزلة بحواف جبال الأنديز، بسمار الفلاحات وهن يلدن الحنطة، ببقايا مخطوط لزهو أرسطو وأفلاطون. أقارن بين الخبز تقتله النار فينمو في داخلنا، بين البذرة تخنقها الأرض فتحيي الأرض، ما زلت أقاتل كي أفهم. القصيدة: مملكة الله، هذه أسميها بقصيدة اللحظة، انفعال للحظة معينة في سفينة في محيط هادي هذا الكلام، أو قصيدة اللحظة. المشهد: نافذة تطل على محيط كائن، الوقت كان ظهيرة الخوف، ومساحة زجاج كانت عقارب ساعتي أكبر سفن هذا العالم، المكان كان تلاطم محيط النرويج
هناك ستلمح وجه الله والاستقرار. لا مكان هناك إلا للخوف وقلق اللحظة وصوم العقل. الأمواج تتنفس رغبة هذا العالم حين يفيق من النوم الأبدي. الساعة تجر خطاياها بأطراف مثل جبال موج الهادر، ورداد ورداد خلف النافذة يفزز في ذهول الطفل النائم فينا. فتحجر رغبتك هناك فتسقط زجاج المشهد في مقصورة حوض تعلو فوق محيط يتأرجح كالإبل فوق الصحراء. هذا البحر المرعب يضرب خاصرك السفن باستمرار فتبكي. محيط غاضب يمنحك الفرصة لتعلم أن الله لا يمكنه النوم. وسجل عني بأن الينامون ليسوا آلهة وإله من لا يغلبه النوم وإله من لا يحقد أو يحقد أو يدود وإله من لا يطلبه الخوف من ضياع الملك بانقلاب الجمهوري. ولا يوجد من يمكنه إدارة هذا الكون بنظام الله الملكي القدسي. بوزير خارجيته جبرائيل، بملك الحرب إسرافيل، بوزير البيئة ميكائيل، بوزير الإسكان رضوان، بعزرائيل وزير العادل. هذا البحر لا يهدأ مضطرب الأحوال وولد كبيرا جدا ولا أحد يروض وجه البحر. لا شاعر يبتنى كيف يؤنوا مع الحيتان، يشتاق ليهدأ عند الساحل، يشتاق لقطع نوارس بيض تلهو فوقه وعاش يتيما في الصحراء. شكرا وتسليما. ذات الفقرة أيضا يتفضل للمنصة دكتور جوال كاف. السلام عليكم. جنازة العقل قصيدة لم تكتمل، كلما ظننت أنها اكتملت فجدت أنها لم تكتمل، ويبدو لي أنها ستظل مثلي لا مكتمل. هات الحديث فما أشجارك أشجان، يدري المهيمن ما سري وأعلاني، تدري القداسة أني لست أنكرها، هيهات أقتل عن أصلي وعنواني. هات الحديث فما ذلت قصائدنا ولا جثت أبدا في باب سلطان، كفرت بالشعر إن زالت قداسته وراح يعنو لطاغوت وأوثان. وإنما الشعر روح الله يبعثه فينا المهيمن من آن إلى آن. هات الحديث فعندي ألف مبكي، لو أنني قلتها وانثال وجداني، لقال لي الرب من عليا مشاهده هات الحديث فما أشجاك أشجاني. ماذا أزخرف من موتي ومن ظمئي، تحكي الزخارف سري ثم تنساني. جيل تولى وجيل راح يتبعه، أين الأنام أمام الطيف إنساني؟ مرت بذاكرة الملغاة أخيلة أم أورق الحلم في أهداب وأسناني؟ يا للحداثة في موتي أناشدها موتا جديدا لعلي فيه ألقاني. تطوي الحداثة فكري ثم تنشره أفقا غويا وروحا بات أوثاني. حداثة العقل هذه أم جنازته؟ مري بنا نشتكي من جرحنا القاني. نهداك غرى رمادا ملأ أوردك، فصرت أعمى بلا درب وعنوان،
حط الجنون على قلبي وغادرني في فكرتي تائها كالفجر سبحان. ماذا أشاهد في دنيا مفرقة قامت قيامتها أم عالم ثاني أم تهت في جاحم ظلت خلائقه حتى تصادم إنسان بإنسان يوما يفخخ أطفال وآونة يعدى على مسجد للناس مزدان قد أزهق العقل مصلوبا بمنطقه فكيف نحيا بهذا المنطق الجاني جنازة العقل ما زالت تنوء بنا كيف الحياة أما في الكون من حالي إثر التفخخ قد أمست مكونة دنيا الورى واصطلاها كل إنسان وصار يهرم خوفا من حبيبته مديم ظل يهواها لأزمان أخاف أعطس تنفضون من فزعي كأنما عصتي آهات بركان وإن سعلت ترى الأبصار تنكرني كأنني شبح مغادر فاني تبارك الله كم يفي لغضبتنا ونحن في غفلة عن لطفه الحاني لما رأى حيرتي والشك يعصف بي عصف المدامة في أعماق سكراني قال الحقائق ألقيها إليك فدع عنك الهموم ولا تدع بميراني لك الحقائق يا رباه خالصة من لا ينازع فيها غير شيطان هيهات أجرؤ أن أرنو إليك غدا أو أدرك السر في ذا العالم الثاني وكيف أهدى وقد ضيعت من سفه عمري سدى بهوى هند وإيمان حسب اشتياق لسر ظل محتجبا وحكبة طويت عن كل إنسان إن التفلسف إن محصت جوهره ألفيته وردة في كف هيمان فراشة في فضاء النور ذاهلة تطوي المسافات من أفق إلى تهبو إلى النور في الدنيا مرفرفة لولا التشوق ما رفع الجناح يسمو بها شوقها والنور يشغفها هيهات تهدأ من أدب وتحنان حتى تكون هي الأنوار مشرقة أو تلتقي حبها تلغيها القان قد عشت في الحان قد عشت في الحان كأسي لا تفارقه أموت لو أنني أخرجت من حاني ما زلت أشرب والدنيا تنادمني خير الندام على الإطلاق مدماني تاب النعاسي وظل النجم مزدبيا يحسو معي حمرة كالعنزل القاني قد كنت في الذر أسقاها وما برحت في عالم الخلق من ديني وإيماني صارت دهاليز موتي خلف أشرعه وصرت وحدي من حان إلى حان هناك الصمت لا أرغى به بدلا وأرقب الدرب على الفجر يلقاني أعمى تمر على وجهي قداسته فيشرق النور من أعماق وجداني وقد أمر على دنيا فتنكرني مر النسيم على ورد وريحاني كذاك كنا وما زالت جوانحنا تهوى الحياة وتأطى هذا الشر فلو حبيت جنان الظلم ما رضيت نفس الوقوف على ابواب رضواني حسبي جهنم اصلاها على عجل ان الجحيم بها اهلي وخلاني قد بات يحرسني من ذله عرضت في داخلي الف شيطان وشيطان ولست اسى على الدنيا وان طويت عني الجنان فقلبي قانع هان ففي الجنان خمور غير مسكره ونسوة كالدمى من غير وجدان ما في الجنان لهذا القلب تسلية عن صحبة قد نأوا عنه وأوطاني يبقى يحن إلى أحبابه أبدا ولن يهش إلى حور وولدان وكيف يهنأ في الفردوس ذو كرم وفي الجحيم عذاب ليس بالفان بئس التقى إن تقن عقباه أسورة بها تحلى يدي من بين أقران أصير إيما والثقلين مسخرة يعني الفضيحة من ذل وخسران هذا جزاء من الرحمن بارئنا
أم أنها لعبة ما بين الصبيان؟ قولوا كفرته، فقد آمنت معترفا بالحق يحبو له سري وأعلامي. وجه الإله بهي كيف أنكره؟ إنا نعوذ به من كل بهتان. دع الخفا في شوى الدنيا وما عشقه، ليس التأسي بالخفاش من شاني. ولست أحفل بالدنيا إذا حجبت عني الشموس وظل الفجر عنواني. هذه البلاغة من أوحى ذلك بها؟ قالوا وقد غاضهم شعري وتبياني. موتوا بغيظكم، فالحب أنطقني والحب علمني والحب رباني. من مات غيظا فإني عائش أبدا، إذ صارني الله من حب وإيمان. مرة أخرى مرحبا بكم. عرفت الفلسفة لأنها لا تبحث في المألوف، فبالتالي فقرة أخرى خارج عن المألوف تتحدث فيها عن انتخابات البرلمان. تفضل الدكتور محمد محسن. طيش. السلام عليكم. سعدتم صباحا في هذا اليوم الجديد أساتذتي وزملائي وأصدقائي. ونحن نعيش نتائج الانتخابات العراقية، ونعيش في نفس الوقت في الوقت نفسه هذا اليوم بهي. أبتديت أن أقدم نصاً كما تفضل صديقي أخي الدكتور هاني غير مألوف، أتقمص فيه دورة مراسل صحفي إعلامي يتكلم عن حملات انتخابية للقوائم الفلسفية. واسمحوا لي أن أغير حتى في نبرة صوتي قليلا. تحولان مثيران شهدتهما مؤخرا ساحة الفكر العالمي. الأول أن العالم اقتنع أخيرا بأنه آن للفلاسفة أن يشرعوا وأن يمسكوا بتقاليد الحكم ومقاليد الحكم. والثاني أن الفلسفات والفلاسفة أنفسهم اقتنعوا بأن يدخلوا محترق السياسة من خلال انتخابات، بالرغم من تقاطعهم في الأصل وفي الأغلب الساحق مع طبيعة الديمقراطية كما تعلمون. وننقل إليكم في هذا التقرير شيئا من الحملات الانتخابية لأهم الكيارات الفلسفية المشتركة في العملية الانتخابية. نبدأ بأحد أهم وأكبر تحالفين اقتسم تاريخ الفكر الإنساني، وهو تحالف ماديون، وشعاره الأساسي الذي يرفعه المادة أولا. فبالمادة نفسر كل شيء، وطالما عد أصل الكون عندما بدأ البحث عنه ماديا. وبلغ هذا التحالف في أوج مراحله التأريخية عندما رفع شعار التغيير لا مجرد التفسير، وهو ما يستلمه الآن أعضاء هذا التحالف ويرونه الأنسب بالنسبة للمرحلة الراهنة. التحالف الثاني الكبير هو التحالف الثانيون، والذي يرفع شعاره الأساسي الفكر أولا. فلا معنى للمادة دون الفكر، والعالم يبنى بالفكر، ولا يمكن تفسير أصل الكون إلا بالرجوع بشكل من الأشكال إلى أصل اللامادي. ويقول أعضاء هذا التحالف أنهم أصحاب المنظومات المتلى والمدن الفاضلة التي يمكن تطبيقها الآن على أرض الواقع. تحالف تاريخي كبير آخر وهو تحالف عقليون، ونرى لافتاته المرفوع عليه شعار العقل أولا. فالعقل أعدل قسمة بين البشر، وهذا التحالف يستلم شخصياته ورموزه الكبرى، ويقول أنه ينطلق من منظوماته المعرفية العقلية الكاملة نحو بناء المنظومة العالمية الكلية، وهو ما يسعى إليه هذا التحالف الآن، وبعد ويعده مسؤوليته ورسالته الكونية. ويأتي في الجهة المقابلة نظيره الكبير الآخر هو تحالف التجريبيون، وشعاره الأساسي التجربة أولاً. فلا معرفة متماسكة بدون التجربة، والنظم ستبدو بدونها عمياء. وهذا التحالف يستلهم أيضا شخصياته ورموزه الكبرى بمنظوماته المعرفية التي يرونها الأقدر على أرض الواقع، ويقولون أنهم كانوا على تماس مباشر مع منظومات الحكم ومؤثرين فيها. ويأتي بين هذين التحالفين كتلة مستقلة عنهما هي الكتلة النقدية، كتلة كانت، التي تبني مقولاتها بعيدا عن التطرف عند هذا الطرف او ذاك، وترفع شعار النقد اولا، وتسعى من خلال الابتعاد عن المواقف المتطرفه في المنظومات المعرفيه التي تلغي الاخر او تهمشه، الى بناء منظومه السلام العالمي الدائم. ونرى كذلك من ضمن الكتل المرشحه الكتله الوضعيه،
وشعارها العلم الآن وأخيرا، وتبني برامجها على المنظومة العلمية التي تأتي على خطى المنظومات المبنية على المرحلتين المتافيزيقية والدينية اللتين تقول أن زمنهما قد انتهى وحان زمن العلم وحده. ونجد لافتات تشير إلى ائتلاف مشترك أيضا هو ائتلاف الجديون الذي وبالرغم من جناحين المختلفين المؤمن والملحد يرفع شعارا موحدا هو الوجود أولا، وهو ما يرى أنه يميز عن جميع التيارات الأخرى التي تجعل الماهية قبل الوجود، ويقول إنه ينطلق للوجود الإنساني ليؤسس مشروعه رغم القلق والتوتر. وتختلف الانتخابات كذلك الكتلة النفعية التي ترفع شعار المنفعة هي المعيار، وترى المعيار الحقيقي للحكم على الأشياء وخاصة السلوك الأخلاقي هو ما تقدمه من المنفعة، وتقول أن هذا تماشى مع الطبيعة الإنسانية فهي إذا الأقدر على تحقيق مصالحه. وغير بعيد تقف كتلة أخرى مشاركة كتلة البراغماتية التي ترفع شعار النتيجة هي الأصل، وترى أن كل فعل بل وكل اعتقاد يكون صحيحا عندما تؤدي إلى ناتج عملية ناجحة، وتقول أنها وإن لم تحكم مباشرة إلا أن المنظومات التي استلهمتها كانت من أنجح التجارب. ونرى كتلة أخرى هي كتلة الوفاء لفرانكفورت، ترفع شعارها النقد طريقا للتغيير، وتطرح ضمن برنامجها القائم على أسس متعددة ومراحل متعددة النقد الاجتماعي للأيديولوجيات والحاجة إلى الاحترام والتواصل. وتشترك أيضا هنا في هذا المحترك الكتلة الظاهراتية وشعارها الظاهرة أولا، ويتراهن على الوعي الإنساني لفهم الحقائق وإدراك الماهيات، ولا تفصل بين هذه الحقائق والوعي وتعتمد على القدرة الإنسانية في فهم الظواهر. وتقف كذلك بين الكتل المتنافسة في الكتلة التحليلية وترفع شعارها التحليل أولا، وترى أن كثيرا من المشاكل زائفة وخادعة، والطريق إلى كشف زيفها هو التحليل اللغوي والمنطقي، وتقول أن مفتاح الحل المستدام بيدها بفصل الحقيقي عن الزائف، وتأتي مشاركة في الانتخابات في الكتلة الدنيوية التي ترفع شعار البنية أولا، وتقول أنها تعمل على كشف البنية الاجتماعية والثقافية لتدرس العلاقات المتبادلة بينها، وإن كانت تغيب الإنسان لكنها في المحصلة كما تقول تركز على الأهم وهو النظام الكلي المتكامل. وتشترك ذلك بالانتخابات حركة ما بعد الحداثة وشعارها لا للنظم الكبرى، وهي على تنوع أعضائها تجمع على الذاتية والنسبية، وترى أن المشاكل حدثت بسبب المنظومات السلطية الكبرى، وعليه لا بد من تحطيمها ولا بد من عيش اليومية حتى في عالم الأعمال والسوق. هناك تيارات فلسفية مرشحة أخرى وقوائم فردية مستقلة، وهناك تيارات مقاطعة للانتخابات والعمل السياسي مثل التجمع الصوفي، مع أن بعض أعضاء انفصلوا عنه بدخولهم إلى العمل السياسي فضلا عن الكتلتين العدمية والفوضوية. ولكننا هنا في هذا التقرير مررنا سريعا على أهم التيارات الفلسفية المرشحة في الانتخابات لضيق الوقت وقرب فترة الصمت الانتخابي، مع أننا نتساءل هل يمكن حقا للفلسفات أن تصمت؟ وهل الفلسفة زمن محدد ومكان محدد؟ وأخيرا يطرح المراقبون أسئلة عدة فيما يتعلق بهذه الانتخابات القادمة، أي قوائم ستفوز؟ وهل ستحصل إحداها على الأغلبية؟ هل ستكون هناك تحالفات وتطابقات بين بعض القوائم؟ هل ستقتنع بعض القوائم بتوافقية في الحكم؟ والسؤال الكبير هو هل ستنجح الفلسفة في الحكم وتغيير العالم عندما ستنزل بنفسها؟ أم أن من الأفضل لها أن تبقى أملاً يفتجى ونقطة يكمن في السعي المستمر إليها جوهر الكمال الإنساني بحسب طاقتي؟ لقسم الفلسفة في الاتحاد الرجاء من التنصرية محمد محسن الطيب من ساحة الفكر الإنساني في العالم. مادة فلسفية في جلدة فنية تحت عنوان فيلم توبي شوب نشاهده الآن.
شكرا جزيلا. الان ننتقل الى الجلسه العلميه. ادعو للمنصه الدكتور حسن حمود الطائي رئاسه للجلسه، ومن ثم الدكتوره منتهى مقرر الجلسه. شكرا جزيلا. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الاحتفالية الجميلة بالحضور البهي والجميل من أساتذتنا وزملائنا وطلابنا، نبارك هذا اليوم الجميل للفلسفة الكيمياء. وفعلا أنا أرى بأنه الفلسفة هي ممارسة في مجالات الحياة المختلفة، ولربما هذا البرنامج الاحتفالي في هذه السنوات اللي مرت أعتقد رفعت الفلسفة من ما يدعيه البعض على أنه الفلسفة هي دائما في برج عاجل وعاشة في أخوية. فأعتقد هذا اليوم وممارساتنا المختلفة في بحوثنا في دراساتنا في أقسامنا الفلسفية المختلفة في المنابر الثقافية المتعددة، حاولنا أن نجعل من الفلسفة مقبلة فلسفية في متناول جميع الناس، لأنه فعلا الفلسفة هي حياة مثل ما ذكر السيد رئيس الجامعة في كلمته والأساتذة الآخرين. لذلك نحن مع الفلسفة دائما لأنها الحياة، ومن منا لا يعشق الحياة لأن الحياة قبل كل شيء هي عشق. طالما هناك أيضا بحث يحمل هذا العنوان في محتويات أو ورقة البحث. بحسب البرنامج أدعو زميلنا الأستاذ الدكتور عارف عبد الفهد في ورقته البحثية التي تحمل عنوان بغداد من أية إلى عاصمة رواية الفيلسوف مسكوي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الحضور الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك لبسم الفلسفة ولجميع أهل الفلسفة والمهتمين بالفلسفة هذا اليوم والعالم بالفلسفة. ورقتي باختصار تتحدث عن كيفية بناء الأوطان، وهي تحت عنوان بغداد من قرية إلى عاصمة برواية الفيلسوف مسكوي. تتناول الورقة كيف كانت بغداد قبل أن تتخذ كعاصمة للدولة العباسية على يد الخليفة المنصور، كما جاء لدى مشكوي في كتابة تجارب الأمم، ولدى ياقوت الحموي في كتابة معجم البلدان، ولدى طبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل في التاريخ بأنه كانت هناك قرية تقوم فيها سوق عظيمة في كل شهر فيها تجار من سائر البلاد، ويقال لها بغداد، ومن ثم تحولت إلى عاصمة. ولكن الأمر الملفت للنظر والاندهاش إن الأمر لم يتخذ بجرة قلم أو بقرار تجاري من قبل شخص ما، وإنما تم بعد دراسة متأنية وتجارب لاختيارها كموضع لتشييد العاصمة كما جاء برواية الفيلسوف مسكوي، حيث قام بالتخطيط لذلك من خلال خطوات نبينها كالآتي حسب رواية الفيلسوف مسكوي. حيث بدأ أولاً بسؤال أهل بغداد عن طبيعة الموقع ومدى ملائمته للسكن.
ثم ذهب إلى سؤال أهل الشورى الوجهاء في بغداد ونواحيها حول الموقع وأهميته أيضا. ثم طلب الخليفة المنصور ووجه أوامره لبعض المقربين منه من أهل الخبرة بالمبيت في مواضع أو أماكن متعددة من بغداد بالذهاب إلى المكان الذي وقع عليه الاختيار كموقع للعاصمة، ومن ثم تقديم مشورتهم على ضوء تجربتهم تلك. ولم يكتفي المنصور بذلك، إنما اتخذ قرار الذهاب بنفسه إلى الموقع المحدد بل والمبيت فيه من أجل اتخاذ القرار في الاختيار حسب رواية مستوي في اختيار الموقع العاصمة. لم يقتصر الاهتمام على المناخ الجيد والطيب للموقع فحسب، وإنما وضع المنصور عدد من المقومات الأساسية التي يجب توافرها لاختيار الموقع وتشييد بناء العاصمة، منها أهمية الموقع من الناحية الاقتصادية لمن سيسكن في المكان، وحدد شروط لذلك وعلى رأسها أن يكون له منفذ نهري فضلا عن البري لتسهيل تنقل الناس ونقل البضائع إلى ساكنها من المدن الأخرى ومن دول الجوار. وبعد اختيار الموقع أو المكان وجه المنصور برسم المخططات الأساسية أو وضع الرسومات والمجسمات الافتراضية للمدينة والاطلاع عليها من أجل الانتفاع منها في تعزيز اتخاذ القرار المناسب، حيث طلب المنصور من عماله رسم مخطط لبغداد بالرماد برواية مسكوي. ثم عمل بعد هذا التخطيط للمدينة على توفير الأيدي العاملة من أجل تدعيم الركائز الضرورية للمباشرة ببناء بغداد عاصمة دولته، وكذلك توفير المواد الأساسية للبناء وسواه. وأيضا قام بمتابعة الأيدي العاملة في حفر الأساسات لكي تكون أرضية صلبة وسليمة في بداية البناء، ومن ثم عمل على متابعة الجوانب المادية والمالية من مواد البناء وتوفيرها وأجور الأيدي العاملة وتحديدها وصرفها إليه. وقد خصص المنصور ميزانية وضعها تحت يده حتى لا يتم التلاعب بالصرف على مشروعه ولتلافي ومنع الفساد، ووضع أجور ومراتب للعاملين في بنائها، وهذا التخطيط نعتقده اليوم فضلا عن إهمال التطور العمراني. أيضا الإصرار على استكمال البناء بالرغم من كل التحديات والصعوبات الأمنية والمادية التي كانت تعصف من خلافها آنذاك، وليس اتخاذها ذريعة للتهرب من مواصلة البناء. أيضا عمل الخليفة على رفض المدينة أو الدولة بالسكان من المدن المجاورة ولا سيما الصناع وأصحاب المهن بطلب المنصور من أمراء ولاياته ببعث ولو شخص واحد كل يوم أو أسبوع أو أي فترة أخرى كما يروي المستوي لزيادة السكان في المدينة، وربط بغداد العاصمة بالتنمية البشرية فضلا عن الانتفاع من الصناع وأصحاب المهن، وهذا ما نستمتع اليوم في بلداننا حيث أصبحت طاردة لأصحاب المهن والفرق والصناع والعلوم، وأصبح الأرض هو ملجأهم في إبراز مهاراتهم وفنونهم وعلومهم. ولقد سبق المسلمين في الغرب في استقطاب أصحاب المهارات والمهن والعلوم في بناء المدن. ثم عمل على تحسين المدينة بغداد العاصمة بإقامة الأبواب والمداخل لتأمينها من الأعداء والضارين، فضلا عن تنظيم الداخلين إليها وتحديد هوياتهم بما يعزز الأمن في المدينة. ثم عمل على إقامة الجسور على النهر لتسهيل التنقل بين ضفتي النهر وجانبي بغداد والكرك والرصافة، وفضلا عن الانتفاع منها في منع عملية مداهمة المدينة من قبل الأعداء. فضلا عن ذلك نجد الفيلسوف مسكوي يروي لنا بأن الأمور لم تتوقف عند ذلك فقط، وإنما عمل على تطوير المدينة وتوسعتها وفق احتياجاتها من خلال إقامة المراكز التجارية والاقتصادية فيها بما يخدم الناس والسلطان والجن، بالعمل على بناء الأسواق ومنها إنشاء سوق الثلاثات فيها للتبادل التجاري والاقتصادي بين الناس من خلال تيسير عملية بيع الشراء والسلع والسباهة، وتخصيص الأراضي للجن وبنائها لتسهيل أمر إقامتهم بما يعزز ولائهم للدولة وتنفيذ واجباتهم وطاعة الخليفة والسلطان وليس تركهم للأهواء والمزاجات. هكذا برواية الفيلسوف مسكوي
وضع المنصور خطوات بناء مدينته بغداد والانتقال بها من قرية إلى عاصمة، كما سطرها لنا الفيلسوف السوي في كتابه تجارب الأمم، بخطوة تتسم التخطيط العمراني ولا تقتصر على ذلك فحسب، بل والعمل على تطويرها فيما بعد. هكذا كان يتم اختيار المكان أو الموقع لإقامة مدينة قبل أكثر من 1200 سنة، فما الذي نهانا أو أصابنا اليوم عندما يتم اختيار موقع لمجمع سكني ما بعيدا عن المدينة وأسواقها وليس له سوى منفذ واحد، أو اختيار موقع مول أو كلية أهلية ما في مكان ما بما يسبب الزحم المروري والسكاني وقلة الخدمات وسواها من المعروضات التي تعيق تطوير المكان بما سبق من التخطيط والتطور العمراني. أصبحت بغداد عاصمة للإمبراطورية في العالم الإسلامي، هكذا كانت تبنى البلدان والأوطان، فإن نحن من ذلك. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركته الفهدي هذه مشكور. كنا أو كان الداخلي إلى بغداد في عهود سابقة كان يرى نفسه خجلا من بغداد لعمرانها، لبيئتها النظيفة، لمداخلها العريقة، ولا تزال عريقة إن شاء الله لأنها بغداد. لكن يبدو الآن الداخل الأول يحس أن بغداد هي فعلا بدأت تكبر منه، فنتمنى أن تبقى بغداد هذا الاسم، الاسم العريق، فعلا بغداد بعروبتها بأصلها. الآن أدعو زميلنا الأستاذ دكتور محمد حسين النجم، يبدو أنه أصر حتى في آخر لحظاته أن يكون عاشقا للحياة في بحثه الذي يحمل عنوان أو ورقته البحثية الكتابة بين العشق والتاريخ، فليتفضل. شكرا الرحمن. شكرا جزيلا للشيخ رئيس الجامعه الزميل رئيس الجلسه الزميل والصديق والحبيب الدكتور حسن الطاهري، وشكرا لمقرر الكابتن الدكتور انتان. حقيقه الورقه مالتي ترتبط ليس بالكتابه بين العشق والتاريخ بشكل عام بقدر ما انه بحاله مخصصه معينة وددت أن أشير إليها، هي العلاقة الثلاثية بين سيمون دي بوفوار وجان بول سارتر وألبير كامو، ونحن نعرف بأنه العلاقة هذه الثلاثية استمرت ردحا طويلا، توقفت في 57 مع وفاة كامو واستمرت إلى 1980 مع وفاة سارتر. هذه العلاقة الحميمة حقيقة بين سيمون دي بوفوار وبين جان بول سارتر تعد فترة غنية لأنها زادت عن 50 سنة، ونحن نعرف بأن مثل هكذا علاقة بين مفكرين اثنين من كبار مفكري القرن العشرين سوف تكون ثرية جدا وتخدم التاريخ الفلسفي والتاريخ الثقافي بشكل كبير. ولكن هناك مطبات معينة حقيقة استطاعت أن تؤثر كثيرا على الشهادة التاريخية التي من الممكن أن يرفيها أحدهم لكي يرفدنا بحقائق معينة عن هذه الحياة السرية بين المفكرين الاثنين. جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار الثنائي لا يمكن أن يفصل بينهما، وذكر أحدهما يستدعي الآخر حتما، إذ ارتبطا منذ نهاية عشرينات القرن العشرين برابطة فكرية وروحية وجسدية لم تنتهي إلا بوفاة سارتر عام 1980
مما يجعل من شهادتهما شورى من قلب الحدث، وتعد فرصة غنية للتاريخ لأن يأخذ حقه من القراءة الرصينة والصادقة حينما يشرح أحدهما أو كليهما بالإدلاء بشهادته أمامه. لاحظ أكثر ما كتب أنه يعاني من التضارب بين ذاك الذي دبجته أثناء حياة قرينها شاتر وذاك الذي كتب بعد وفاته فيما يتعلق بعدد من الأمور، وهو أمر يدعو للأسف، والذي ربما يدفع إلى التوقف عن الركون إلى شهادتها إلا في حال وجود قرينة بشاهد آخر يدعم ما تقول، وهذه جناية بحق التأليف حقيقة، وهو ما يحرمنا لشاهد عيان كان الأمل معقولا عليه في تسجيل حياة واحد من كبار رجال الفكر في القرن العشرين. لقد اعتاد باحثو التأليف أن يتذرعوا بالمنحنى الشخصي للشاهد لتقرير مدى موثوقيته. فهل يشمل المنحنى الشخصي لسيمون دي بوفوار مثلا؟ لعل أهم صلة أولاً لعل أهم صلة كانت روبرت شاتر في فصل عشره هي صلته بألبير كامو، والذي صار يشكل مع الاثنين ثلاثياً لا ينفصل بعد أن انقطعت سبل عودة ألبير كامو إلى الجزائر بعد احتلال الألمان لها عام 1942 أثناء زيارته لباريس، مما أتاح له فرصة الانشغال بحركة المقاومة الفرنسية. أن كامي السياسي العملي المتمرس قبل وصوله إلى باريس حين كان عضواً في الحزب الشيوعي الجزائري وصاحب الشخصية المستقلة التي دفعته استقلاليته إلى ترك هذا الحزب والسفر إلى باريس، وجدها فرصة طيبة ليندفع بقوة في خوض الغمار حركة المقاومة الفرنسية ولينتقي هناك بجان بول سارتر، ذلك الفيلسوف النظري في السياسة الذي طبقت شهرته لمنتديات الفرنسية وبات يكتسب شهرته العالمية قبل كامل بفترة. سائل بجد لأن يخرجه من صومعته الفكرية ليشاركه النضال العملي بجو محفوف بالمخاطر والرصاص. استطاع كامل إبان حركة التمرد التي اجتاحت المجتمع الفرنسي قبل التحرير وأثناء ترأسه لتحرير صحيفة كومبا السرية من أن يسحب جميله النظري إلى عمق الواقع حين كلفه بكتابة جملة من المقالات لصالح الصحيفة تستكشف حقيقة ما يجري في باريس، وقد ظهرت مقالتي الطواف في أنحاء باريس في أثناء الانتفاضة وجوال في أنحاء باريس الدائرة مبهورة بتوقيع شارتر، والتي ظل الرأي السائد عنها بأنها أفضل رؤية علانية تروي أحداث تلك الأيام. إنما يلفت النظر أن بوفوار حين تحدثت عن هذه التجربة تقول كتبنا تقارير عما كان يجري من أحداث واعتدنا تقديمها إلى كامل، وفي نفوسنا قدر من الإحساس الممتع بالخطر في الطرقات التي تختلفها الطرقات بين الحين والآخر. كتبنا المقالات منهورة بتوقيع جان بول سارتر، في حين أنه في مذكراتها تقول بوفوار كتبنا. هذا يعني أن المقالتين عمل المشترك بين الاثنين لا لأحدهما فقط، فلماذا لم يظهر اسم بوفوار إلى جانب شاطر عند النشر؟ وما هي حقيقة من كتب تلك المقالات؟ لعله ليس من المهم عدم التوقف أمام هذه الأسئلة، وهي تتعلق بممارسة ثورية ميدانية لأحد أشهر المفكرين في القرن العشرين آنئذ، والتي تجعل ذلك الأرستقراط النظري وهو ينزل إلى الحارات والأزقة ليسجل ما يجري من مظاهر متحكم الرصاص الذي يمكن أن ينطلق في أي لحظة في الوقت الذي لم تعرف عن شرطة مثل هذه الموارد إلا بعد التحليل. وإلى ما عرفنا كذلك مدى الرعب الذي كان يشعر به شرطة وبوفوار حينما زار كامي في المنشأة التي
خصصتها المقاومة لصاحبة كومبان وصاحبتين شريتين أخريتين حين كان يخشيان كما تذكر بوفوار نفسها اقتحام القوات النازية المنشئة، فلعلها كانت تغطي على رعب ساتها بالتذرع بضمير جميعها. هل هي مجانة من بوفوار ونكران ذات أن تترك اسم حكيمها وحده يظهر في كومبا أم خوف على ذاتها؟ الغريب بالأمر أن بوفوار وبعد وفاة سارتر احترفت إلى كاتب سيرتها بأنها هي وليس سارتر من كتب تلك المقالات. لا شك أنها خيانة التاريخ أن يكتب خلاف واقعه مهما كانت الأسباب، وهو ما يجعل المؤرخ يتوقف طويلا أمام التصوير بما تريده من حقائق وأحداث. فمن يجرؤ على الخيانة مرة لا بد أن يكون محل شك وسوء ظن في المرات الأخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميل العزيز الدكتور محمد النجم على هذه الورقه البحثيه الرائعه. ونقول عندما يكتب التاريخ ليس بلغته التي نتمناها، نتمنى ان يكون تاريخنا تاريخا ناصحا مثل ما هو او مثل ما هي حقيقته. يبدو انه هناك امامي في ورقه البحثيه ورقة مشتركة أو أسرة أرادت أن تطرح سؤال فلسفي، عنوان السؤال الفلسفي في السلبيات المعاصرة إرادة في تمثيلاته الراهنة أو في تمثيلاته الراهنة للزميلين دكتور كريم حسين الجار ودكتورة مالكة خاتم. فيبدو أنه انقلب بالعنصر النسائي على عنصر الرجال، فأدعو دكتورتنا واجد للتفضل إلى المنصة. نعم. أنا مسجد. أنا مسجد. أنا أتقدم لعمل في الأدارة في الشغل الجديد والحسن الفلسفة على هذه الاحتفالية الحقيقة التي خالفت المألوف، فكانت يعني ما بعد حداثية بامتياز، لأنه يعني خالفت كل الطرائق القديمة في تقديم الفلسفة، وهو هذه أحرز سمة لهذا العصر. طبعاً الحقيقة إحنا أخذنا أنا ومصطفى يعني أن يكون البحث يعني يجمع مساحتين، هو مساحة الأدب والفلسفة. وطبيعي جدا انه يعني ليس بغريب ان يكون الادب بعيد عن الفلسفه او الفلسفه بعيد عن الادب. يعني اذا تحرينا سابقا سنجد هنا الادباء الفلاسفه او الفلاسفه الادباء يكتبون بلغه قريبه من الفلسفه، او الادباء يكتبون بطريقه قريبه، عفوا يعني العكس صحيح. يعني فحضورها واجب. قبل ما ابدا بالورقه وانا اذا سمحت يعني يعني انه السؤال الفلسفي الحقيقه حضر باشكال عده في السلبيات المعاصره، مره عبر استحضار شخصيات بعيده، يعني مثلا يعني حضر في روايه ابن فوكو، مره جلبرت سيناوي حضر استحضر شخصيات مثل نيتشا وسبينوزا عباره عن روايات، وتمثلت يعني بمعنى ان السؤال الفلسفي تمثل بعده سياق. عنوان ورقتنا الحقيقه هي السؤال الفلسفي في السلبيات المعاصره جاء في تمثيلاته الراهنة. يقول البرغامو: الروائيون الممتازون الإرام هم الروائيون الفلاسفة. مما لا شك فيه أن الفلسفة هي مجال خاص للفكر والتأمل على أعمال التفكير وإثارة الأسئلة بقدر طاقة الإنسان، ولم تكن بعيدة عن المعارف الأخرى، فحلت في العلوم مثل ما حلت السلبيات ولا سيما المعاصرة منها وبمختلف أشكالها المسرحية والروائية والسمع البصرية. وبهذا وجدت الفلسفة مجالاً أرحب لطرح أسئلتها في تلك الفضاءات السلبيات وعبر لغة مختلفة، لغة مرة من قبل الرواية وصورة مرئية مرة في السينما أو عبر مسرحية وهكذا. فذاك وفي كثير من النصوص ليس من اليسير أن نقرأ نصاً ما دون أن يكون هناك أساس فلسفي نستحضره ونحن نقرأ تلك النصوص. العمل الكتاب
إلى موضع السؤال الفلسفي في التساليات لا عبر المحاكاة هذه الأسئلة أو نقلها أو تكرارها أو اشترارها أو حتى اتباعها، بل عرضت من وجهات نظر مختلفة ورؤية مغايرة لتضفي على السؤال الفلسفي بعدا آخر من خلال تلفلاته المختلفة في هذه السلبيات. فقدمت السلبيات المعاصرة التي رمتها عن رؤية الأدب المعاصر عدد كبير من الأدباء الذين تنوعت تجاربهم في احتواء السؤال الفلسفي وكشفت عن حيوية الفكر المعاصر الذي يربط بين الفلسفة من جهة وبين الأدب والمسرح والسينما وغيرها من السلبيات المعاصرة من جهة أخرى. وقد فتح هذا ذلك أمامهم أفقا جديدا لطرح السؤال الفلسفي ولا سيما الوجودي منه الذي يتعلق بوضعية الإنسان وطريقة انفتاح كينونته. إن الإحساس بالوجود في العالم للتعبير الفيمنولوجي في الفكر المعاصر من أجل الحصول على ما تقدمه الفلسفة من فضاء للتحرر من حضارة السلطة وهيمنتها وبكل أشكالها. لقد شكلت انشغالات القطار الفلسفي المعاصر مجالاً وأفقا جديداً بين الأدب والفلسفة، حتى أصبح النص الأدبي ليس أدبياً محضاً أو فلسفياً محضاً، بل هو مزيج بين الاثنين، مما أنتج أشكالاً سلبية أحدثت فارقاً في طرح مسألة الوجود الإنساني ودشنت أسلوباً وطرحاً جديداً شكل قطيعة جذرية مع نماذج أشكال الكتابة التقليدية في الأدب والفلسفة على حد سواء. وإذا كانت السلبيات في بداياتها، وهذا ما وصل المسرحية والرواية والسينما في بواكرها على وجه الخصوص أطرحت قيم الحق والخير والجمال، فإنها أكست بعدا آخر في رهنية ما وصف منها بالمعاصرة، فغادرت الأسئلة الفلسفية الكبرى لتنخرط بالعاذر والمحتمل والمتشظي وتموضع القبح والشر، بل واحتفت بجمالياتهما ولتنشغل الأسئلة الفلسفية المعاصرة من قبيل تحوير المركز وتمثلات الوعي والحرية والجسد، فضلا عن تقييم السلبيات الكبرى وسؤال الآخر وراح الترتاد والعود الأدبي وراح الترتاد مساحات العمق وصراع الهوية والتاريخ والنسوية والواقع الافتراضي وسؤال لا متوقع لتعيد موضوع أسئلة الفلسفة وشغالاتها واهتماماتها، فعاد طرح الأسئلة راهنة في متونها لتغلو بذلك مدونات سلبية تحمل عبء الوجود والاهتمام بالموضوع وتتجاوز حتى الحكي والأخبار والنقد وتقديم صور مرئية. هل تنسيك فقط خمس دقائق؟ فقط الأسئلة التي تموضعت السؤال الذي تموضع داخل الرواية هو سؤال المركز والهامش، وطبعاً انطلق من مفهوم يعني سواء عند دريدة أو حتى فوكو ميشيل فوكو أو حتى يعني أشكال التقليد الموجودة للفلسفة واستوعبت مثل أن حبة القمح لواتين ونغوي وأن رواية شمس صفراء لشامين نغوي أيضا، وهناك طبعا قراءة مختلفة للتقليد الآخر داخل الروايات أخذت أشكال متعددة. كنت أتمنى لو الوقت يسمح حتى أعرف واحدة واحدة. أيضا إذا سمحت لي أيضا تحقيم السلبيات الكبرى أيضا تمثلت في داخل الرواية أشكال الجسد بوصفه لا شك يعني الطريقة السابقة التي تمثلت في بعد الآية فقط، بل تمثلت بوصفه جسد يعني عقلا متجسدا وأيضا وعي هذا الجسد وكيفية هذا العيش. أيضا عندنا موضوع العود الأدبي، وهذا حقيقة يعني أهم الموضوعات وهو موضوع فلسفي محض استوعبته الرواية وطرحه. أهم من طرح هذا هي فكرة نيتشه الله يرضى عليك. لا أنت تقدر يعني الله يرضى لا الوجود المقاطع التفكيرية يعني المقاطع الأدبية داعية يعني للأمانة مختلف مرة كوجود أصيل إلى مرة وجود أصيل إضافي. بالتأكيد على الطيب ويكون فرصة إن شاء الله من أنه تطور هذه الورقة إلى بحث في كل دكتور كريم زميلة الدكتور ماجد. يبدو أنه الطاقة البشرية هي متجددة دائما مع زميلتنا الدكتورة سالي في ورقتها البحثية التي تحمل عنوان فلسفة الطاقة البشرية. أستثمر قبل أن تباشر زميلتنا دكتورة سالي، يا جماعة إحنا مرتبطين بوقت، فأتمنى من باحثينا في رحم زملائنا
انه 7 دقائق المون يعني 7 إلى 6 دقائق التزام الوقت. هذا اول. هنالك يعني مجموعه من المداخلات وصلنا مقترح من اللجنه الثقافيه انه كل واحد يقدم سؤال مداخله يكتبها بورقه وبالتالي تجمع في نهايه المطاف حتى نستثمر الوقت. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي البحثية بعنوان فلسفة الطاقة البشرية. في البدء أحب أن أعرف فلسفة الطاقة، وهي القدرة على إحداث فعل جسمي أو ذهني، وهي التي تقوم على فعل يعتمد على قوة الإرادة. فالطاقة إذن تكون مرادفة للاستطاعة. وفي حقيقة الأمر أن موضوع الطاقة مهم جدا في الوقت الحالي، على الرغم من أنه موضوع كثير ظهرت الفلسفات والديانات القديمة، خاصة في الديانة الوثنية، تنجي مفهوم الطاقة في الفلسفة له معنيان، أحدهما نفسي والآخر طبيعي مادي. فمبدأ بقاء الطاقة عند العقل مثلا يكون مظهر من مظاهر حكمة المنادات العليا هي الطاقة، أي أن الاعتقاد الديني قد هيئ مناخا خاصا لتأثير الطاقات فيها، وهذا ينعكس على ملكات الأهداف الإنسانية. فكل شيء في الوجود له أفضل الليل ضد النهار والحق ضد الباطل. فالنفس الإنسانية مليئة بالمشاعر السلبية والإيجابية، ونحن قادرين على توجيه طاقتنا على النحو السليم. فالطاقة السلبية تقوم بتحطيم كل ما هو مفتح وناجح وجيد، وهي قوة طاردة للتنين والنجاح والعطاء. أما الطاقة الإيجابية فهي تظهر كل ما هو ممتع وناجح وتبعث الراحة والطمأنينة. ومن أهم وأكمل أنواع الطاقات هي الطاقات الكونية، فهي تأتي حسب المفاهيم الفلسفية والعقائد الشرقية، وهي طاقة مبثوثة في الكون، وهي عند ديانات الشرق متولدة ومتفاعلة كل شيء الواحد الذي منه تكون الكون وإليه تعود. وقد ذهب الكثير من الفلاسفة إلى أن الطاقة الدينية النابعة عن الطاقة الكونية لها تأثير عظيم على الإنسان، لأن الله خلقها فيه وجعل لها تأثير عظيم على حياتنا وروحانيتنا وعواطفنا وأهدافنا ومنهجنا في الحياة. ومن أحد العقائد المتداولة التي هي تطبيقات الطاقة الكونية ومعتقداتها المتعلقة بالفلسفة، ترى أن توازن الطاقة في الجسم قد يكون سبب في علاجه. ومن هذه التطبيقات أولا العلاج الطبي بالطاقة، وتتمثل في أولا الريكي، وهي تدريبات يابانية في الأصل تربط بين الطاقة الموجودة في الجسم مع الطاقة الكونية في الأصل. ثانياً البرانا، وهي أساليب تدعي للسرعة في الأمراض الجسمية والعقلية في الاستدامة في التدفق. ثانياً البرانا، وهي أساليب تدعي أن السبب في الأمراض الجسمية والعقلية هي انسداد في تدفق طاقة الحياة الحيوية. لدي كثير من الطاقة لهذا هم متتابعة. ثالثاً الأيوروفيتا، وهي أساليب هندية قد تفهم أن صحة الإنسان تعتمد على حالة توازن دقيق بين العقل والجسد والروح، وهذا ما يهمنا. رابعاً الوقت باللغة. الشخص هي الممارسات المتعلقة بالقدرات الطاقة. أن الطاقة الكونية الداخلية تكسب الإنسان بعض القدرات الخارقة التي يمكن التمرن عليها. نذكر منها أولاً المشي على الجمر، ثانياً قراءة الأفكار، ثالثاً التفاعل وغيرها. ويمكن ذكر بعض المواقف الحياتية الطاقية نتعايش معها، فمثلاً في بعض الأحيان يخطر في ذهنك شخص وبعض الحضارات تجده يطرق الباب أو يتصل بك هذا، أو أنك تشعر بالضيق من بعض الأماكن وتشعر بالفرح والسرور والانفتاح في أماكن أخرى، وهذا ما يسمى طاقة المقال، وما ينتجك من شعور نحو غيرها الفكر. إذا علم الطاقة هو العلم الذي يطلق على كافة الطاقات التي تكون في أجسادنا وفي عقولنا، وهذا يعني أن مستوى الطاقة البشرية نحددها نحو سواء كانت سلبية أو إيجابية. ومن ثم
نتحمل نتائج هذا المستوى، والدليل على ذلك أن الإنسان المتفائل طاقة إيجابية تتعافى من مرضه أسرع من الإنسان المتشائم الذي يحمل في داخله طاقة سلبية. والسؤال هو، هل تتحكم الطاقة في قدرات الإنسان؟ الجواب نعم، بالتأكيد. كلما زاد طاقة الإنسان إيجابية زادت إنتاجية وقدرته على العمل، ويثبت العكس مع الطاقة السلبية لأنها ترفع الإنسان في الأضرار النفسية والعصبية والتسلسل. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، كيف نعمل على جلب الطاقة الإيجابية والابتعاد عن الطاقة السلبية؟ وهنا تم تقع علاقة بين الفلسفة وعلم النفس، فيظهر ما يسمى في التنمية البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للزميلة دكتورة سالي والالتزام الجميل بالوقت. الآن وصل بين المطار إلى دكتور أستاذ مساعد دكتور قاسم جمعة في ورقته البعثية التي تحمل عنوان خيانة الصورة اللوحة بين الجمال والمعرفة. ولربما تكشف لنا ورقته هل نحن في مرحلة خيانة الصورة أم في مرحلة خيانة المعرفة. السلام عليكم. سأمارس سلطتي باعتبار رئيس اللجنة الثقافية وأطلب أختم كي أوضح فكرة ستبدو جميل. خيانة الصورة اللوحة بين الجمال والمعرفة. ما أردت قوله وجدته قد تحقق نوعا ما. أثناء ما بدأت الجلسة البحثية غادرت الصورة وغادرتنا الكاميرات، وعندما بدأ الفيلم كما أردنا أنا وصديقي العزيز الدكتور محمد حسن أن نبث قاطعته صوت الكلمة. دولوز يشبه تاريخ الفلسفة بوصفها فن البورتريه، يعني فن الرسم ذات الشخص، ويعتبر يعني تشبيهاته لتاريخ الفلسفة بوصفها فن البورتريه، وبالتالي تكون لكل فيلسوف طريقته في رسم المفهوم وتحليل ما يقال والما هو مرئي. ليس صدفة أو مصادفة أن يجتمع الفيلسوف مع الرسام، وهذا ما وجدته مثلا عندما كان يتجول مارتن هايدغر في أمستردام، اشترى لوحة لفانكوف. كذا الحال مع فالتر بنيامين عندما اشترى لوحة لبوركيد فنان سويسري أصل ألماني سويسري اللي هي مشهورة اسمها الملاك الملاك الطائر، وهي طبعا لوحة جميلة جدا كوكا. وليس غريبا أن يكتب دروز كتابا كاملا عن الرسام الفرنسي البريطاني عفوا فرانسيس فيكون، وهو اسمه مشابه للفيلسوف الإنجليزي لكن هذا رسام. اسم الكتاب اسمه فرانسيس فيكون منطق الإحساس، وهو ليس مترجم. وليس غريبا أن يكتب مارتن هايدغر كتابه في أصل العمل الفني وتناول موضوع تبدو للمتلقي هي يعني حقيرة عفوا اللفظ الحذار، ويجعل من هذا الحذار مجالا للتحليل الأنطولوجي بين ويبين لنا الفرق بين الكائن والكينونة. وهذا ما دفعني إلى سؤال، ربما من الغريب أنني وجدت نفسي ألقي البحث وألقطه لأصدقائي، يعني أجد نفسي تعبانا اليوم، فحاولت أن أقرأ شفاهيا على الصوت يسعف المرئي. فما وجدته في هذه الأوراق، وهو طبعا مشروع بحث دام عندي أكثر من سنة وإن شاء الله هو مشروع كتاب، تم الجزء الأول الآن الجزء الثاني. العلاقة التي ربطت برأيي بين الفيلسوف وتعاطيه وتعامله باعتبار المتلقي مع اللوحة، والرسام أو الفنان عندما أراد أن يفلسف اللوحة
خارج منطقة التمثل. إذا هنا اجتمعوا معا في مغادرة منطقة التمثل، وقفة قصيرة للتمثل. التمثل هو مقولة فلسفية مهمة جدا، يراد منها أن العقل لديه تصور عن موضوع ما، أي الصورة الذهنية المتولدة في الذهن البشري عن موضوع ما. الرسم الحديث اللي ما بعد فن باروك والسريالية غادر هذه المنطقة. واحد. السؤال الآخر اللي أنا أنطلق منه أنه البعد الجمالي هل هو مجرد من الإطار الأبستيلوجي؟ هو عنوان البحث مالتي كبير طبعا طويل جدا، عذروني شوي. هو اسمه أبستيلوجي اللوحة المكتوب والمرئي قريبا من التمثل. الاثنان حاولوا أن يغادروا الاثنان غادروا منطقة التمثل، وأنا أدعي بكلماتي المجنونة أنه لم يستطيعوا أن يغادروا التمثل، لأنه في مغادرتهم للتمثل أنتجوا لنا تمثلية لا تمثل. بمعنى آخر أكثر وضوحا، أنك عندما تريد أن ترسم أو أن يعني أن تقول، فأنت لا تستطيع أن تغادر ما تريد أن تصفه أو أن تتصوره. فيبدو لي مثلما قال جيدوس في كتابه الرائع، وأنا أجده أول من كتب عن مشير فوكو في كتابه فوكو والذي ترجم معرفة السلطة، حاول أن يبين لنا أن تاريخ فهم عفوا فهم فلسفة فوكو هي تتمحور حول بين المرئي والمكتوب، أي بمعنى أن فوكو كان مشغلا دوما بين العلاقة بين الصورة والقول، وبالتالي كل تشكيل ثقافي والدراسة طبعا كلمات الأشياء. وفاتني أكثر شيء جدا مهم أنه كتاب كلمات الأشياء في فوكو يفتتحه بلوحة لفيلاسفيز الرسام الإسباني، حاولا طبعا فيلاسفيز وفوكو طبعا لضرب منطقة التمثل. وفي الإضافة إلى ذلك كتب فوكو أيضا كتابا صغيرا هو ليس مترجما، اللي هو زيدون أبوايت اللي هو ليس بلدونا، وحاول أن يفسر لنا أطروحة صديقة هو الرسام ماغريت حول علاقة الكالبرين يسموها بين الكلمة والصورة. هل يمكن أن تؤثر الصورة؟ يعني هل تستطيع أن تمارس حظها وسلطتها عندما تحضر الكلمة؟ ما العلاقة بين الكلمة والصورة؟ وبالتالي هو أسماها خيانة الصورة للتدليل على أن الوعي البشري يمارس فعل خيانة التصور حول ما يقال وما يقال. شكرا للزميل الدكتور قاسم على هذه الإضافة البحثية القيمة. الآن أدعو زميلنا الدكتور حيزر ناظم لقراءة ورقته البحثية اللي تحمل عنوان قراءة الصن الكتابة والنسيان. نحن نفهم أو نرى بأنه حتى الصن أحيانا هو عبارة عن لغة، فطبيعة التراجم بين القراءة والصن والكتابة والنسيان يوضحه الدكتور. السلام عليكم. طبعا قبل ان ابدا اتزل بالورقه كما هي حتى احافظ على الوقت جزء الامكان دون ان تاتي ملاحظه من استاذنا الحبيب الدكتور حسن. طبعاً هذا العنوان يعني قراءة والصن كتابة والنسيان وعنوان اضطرابي بالأصل، يعني هذا ما كنت أصلاً مختار عنوان الورقة. يعني ناقشنا مع زميلي ورقي دكتور قاسم، وربما هذا يكون عنوان هو مقترح مشترك بيني وبين دكتور قاسم قبل أعوام منا. وطبعاً قبل ما نبدأ أيضاً أشير قضية مهمة، أن هذه الورقة عبارة عن ربما هي تجربة ذاتية أنا مارستها شخصياً، يعني في قضية القراءة وعلاقة القراءة والكتابة يعني بسيطة طبعاً ومتواضعة جداً. قبل أن أعوام عديدة مضت كنت أطمح طموح مراهق متهور كما هو حال المراهقين أن أكتب دون قيد أو مانع، دون أن يساورني حذر وشك أن أكون مراقباً من شيء ما لأسقط في لازمتها المعاقبة. تلاشى هذا الحذر مع دراسة التربية البوليسية للشعب، هذا الخوف لا بؤرة توتر تتوزع بين الحذر والقلق وهوس الذاتية الصارمة من سلطة الآخر الذي تقاسمنا معه تركة عقود من القسوة
وشواهد قبول الغرباء. الآخر الذي يشبهنا كثيرا، الذي يتأبط بين جنبيه آلة تفتح دون سابق إنذار كل ما يمكن أن أقول أو أفعل، أن أكتب دون التفكير ما سيقال أو يفهم، بحرية تامة كما هو الحال عند الشروع في القراءة. أتنقل من صفحة إلى أخرى، أقفز من الصفحة الخامسة إلى الصفحة العاشرة والنصف أو التاسعة أو منتصف إحدى الصفحات العشر الأولى والتي تبلغ تضاعيف عمري، عمر الذي يبلغ دائما الخامسة مساء، ولأنني أفترض دائما أكثر مما يجب وأمارس هواة التخمين البعيدة عن الدقة غالبا. سأفترض أن فعل القراءة يحيل دائما إلى الطمأنينة والاستقرار لوجود نهاية لما أنت أو لما أنا مقبل عليه. أتوقع أحدث الأشياء كما أشاء وقابل الوقت ليستنزفني كما يفعل معنا جميعا. أتحرك بشكل آلي مهدد بالفناء في فضاء الزمان اللانهائي. أسير حديث الخطى باتجاهات محددة المكان وأتحدث بها مرغما مسطح المدخل للتحديث. تحديثات الوجودية الخالصة والنقية وصريحة ووضح في أحيان كثيرة. وأفترض مرة أخرى وأرجو أن تسامحونني لأنني أفترض أنني أعلم الفارق النسبي بين قراءتي من جهة كوجه تطالب فيه ذاتك أولاً دون أقنعة ولا ألوان تطالبها بعد انسلاقها من هموم كاتبها. هكذا يقبل أحدكم على الآخر على الآخر دون فكرة وتصنع تحدق فيها طويلاً كما تحدق في وراءات عتيقة طوابية مهملة لكنها نقية لك وحدك وبين فعل كتابك من جهة أخرى والتي تتوزع من خلالها أو تنتشر من خلالها ذاتك لتبقي بها كالأطفال حين يلقون كراتهم الزجاجية الصغيرة في محاولة بلوغ إحصاء غايات مدعمهم التي تأكل فيما تتصدع بضربة كرة زجاجية أخرى تبقي به بعد المقيد بالحروف والكلمات والفواصل. أود الكتابة دون حضور هذا الذي سيقال وما يمكن أن يفهم مما أكتب، ولكن ويا لخيبة الظن التي كنت أتوقعها لم أحضر على فكرة ما يمكن أن تمثل مركز المحور لهذا النوع من الكتابة. الكتابة دون توقف كالجري في حقل لا نهاية له لا تشعر فيه بالتعب. الكتابة دون توقف كالجري لا تشعر فيه بالتعب. لم أجد سوى أن أكتب هكذا عن الصمت الذي يحترينا جميعا وسط هذه الثنائية القراءة الكتابة عن شيء يصعب تصنيفه ولا يستحيل. أكتب الآن ما أقرأ هنا وهناك في أماكن لا أذكرها جيد ربما لم أقرأها يوما ما. لا تنتمي لأي حق أعرفه أو خبرته يوما ربما عن القراءات المسبقة كلها، ولكنني سأجد نفسي مرة أخرى بشكل آخر أمام فارقة محيرة فمن جهة كيف يمكن أن نكتب عن الصمت والنسيان في القراءة والكتابة دون أن نثير صخرا وتذكر ما طوى النسيان أن أنسف سقف افتراضات الرأية جدا والخجول. ألا أن هذين المستويين رغم أنهما مدار ومحور تصنيف بين السلب والإيجاب إلا أن كل ما يقال حولهما هو من نافذة القول والإجراء لا غير، بمعنى أن هذه المحاولة قد تنجح يعني نجد مساحة الكتابة حرة أو لا يمكن أن تنجح دون افتراض الإجرائية وصفها مسارا افتراضيا ورغم كونه يثير حبيبة كثر من الباحثين لاعتبارات كثيرة أبرزها من الإجرائية تتكون مقاتلة نفر الثغرات والنفقة والاحتمال والإفراط والتخمينات إلا أنها باعتقاد أن تمثل ضرورة قصوى لسبب أقوار لا إمكان البحث وهو أن يطرحه فوق في مقدمة كتابه حفريات المعرفة تحت دعوة ربما أعدها شخصيا مارقة وفوضوية حين يقول عندما يتعلق الأمر بالكتابة فدعونا أحرام. أخيرا هل هناك إمكانية للخروج من رحم المصفوفة كما تمت مناقشتها في ماتريكس مثلا من هنا وأختتم بالقول أن تعيين الفلسفة خارج إطار كونها نقدا لا ينتج سوى عقول مفرغة لا تستطيع سوى ممارسة التكرار والإبداع في الاشتراك. في نهاية المطاف نحن نميل للافتراض لمحدودية وجودنا ولكوننا موجودات افتراضية في العالم المطلق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
في هذه والزميلة الدكتورة منى أبلية يعني بين حكمة مثل ما يقولون بين حكمة العقل ودهشة الانفعال تأتي زميلتنا الدكتورة منى بمفردة جديدة عنوانها حرافة المفاهيم بين الفلاح والفلسفة فلنرى ما علاقة الحرافة بالفلسفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ الحضور أشكر جزيل الشكر عمال كلية الآداب وأشكر رئاسة قسم الفلسفة على منحها في هذه الفرصة لعرض ما تحمله الفلسفة باعتبارها أم العلوم ولها علاقة بجميع العلوم. ورقتي تتابع بما جاء من زملائي خروج عن المألوف. فكل عام والفلسفة بألف خير يومها العالمي فتحتفل الفلسفة يومها العالمي وأنا أحتفل اليوم بنصف اليتيم منذ القرن الثالث الميلادي ولادته اليوم أيضا فليحتفل قوسان الكسداني الفيلسوف المادي الرواقي ولادة كتابه سلاح النبضية. فهو كتاب من اسمه يجمع بين من اسمه عبارة عن كتاب في الفلاحة. فعلا هو كتاب في الفلاحة يبث فيه فرطاني صورة الفلسفة. فكما نعرف الفلسفة هي إنتاج فكري وإنتاج معرفي لكل ما في الوجود بعامة. والفلاحة عند الفرطاني هي نتاج إبداعي وفعالية منتجة لمعرفة التناسب بين النباتات والفصول. كتاب يجمع بين الفلسفة والفلاحة بمعنى الفلاحة إنتاجها وزراعة المحاصيل الزراعية والفلسفة بمعناها حفر في حفريات لجميع العلوم. فحديثنا اليوم عن فرطاني الكستاني وكتابه الفلاحة النباتية الذي هو موسوعة ضخمة كان في أكثر من 1500 صفحة يتحدث فيه فرطاني عن الفلسفة وخاصة في العراق في مدينة سورة الغابلية مدينة فرطاني مؤثرة بأحالات زراعية ليعرف إنما يريد بها فرطاني أن يخبرنا عن مجتمعه الفلاحي ويخبر مجتمعه هذا لأهم الأفكار الفلسفية ويعرفهم حقيقة الحكمة. فهو يحاكي عقولهم البسيطة من خلال حركتهم في الفلاحة. وعلى ضوء ذلك سأذكر أهم ما جاء في الكتاب من أفكار فلسفية. يعتبر قوسامي خطاب النبوة مقابل للخطاب الفلسفي. فهو لا يوقر الأنبياء لأنه يحترمهم بل لأنه يحاول ألسنتهم باعتبارهم هم بشر فضلاء خدموا الإنسانية بدعوتهم إلى قيمة الحق والخير. وفي مقابل الخطاب الديني الذي يقع في عاتق النبي هناك يقابله خطاب الفيلسوف الذي هو فقوطامي أحد الثلاثة الذي يواجهه الحمد التي شنها عليه الشيطيون أي أتباع النبي الشيط بالصراع اللاهوتي بينه عندما يحول يعني عندما يتهمونه بأنه المجنون أو المحتال وعندما وهو يتهمهم بأنهم أصحاب السحر والكذب ولهم خرافات كثيرة. هنا يعطي أهمية قوسامي لخطاب الفيلسوف حينما يكشف عن الخرافات والسحر والكذب في زمنه بخطابه العقلاني وبما ما يشره النبي من خطاب الديني أي هي محاولة من قوسامي للتحقيق بين ولا مجنون للتوفيق بين الدين والفلسفة. لربما في بالي هذا الوقت فلربما كانت عجلة من الوقت هذا تبرت أن يكون هذا موضوع ممتاز. نجد قوسامي يعطي للشمس مركزية كونية فيما يقابل بذلك مركزية أرضية وهي مركزية الفلاح فكل ما على الأرض يعيش بفضل الفلاح وتبحر في زراعة النباتات. فالفلاح له أهمية ليس فقط على الإنسان بل على جميع الحيوانات وعلى الطير ولولا الفلاحون الذين يتعهدون بمزروعات لخدمة الحياة الفلاحة. وهنا يدرك قوسامي واقعيا أن المدينة تشتت إليها الناس أكثر من الريف ولهذا ينصح بتوفير ورش العقارين والنجارين والحدادين التربيين تكون تحت المتناول للفلاحين حتى لا يغادروا الضياع وكأنها دعوة من قوسامي إلى معرفة الاجتماع والتعاون التي يحصل بها
التي تحتضر السعادة الأفضل، وبالتالي يكون مجتمع فاضل متكامل دون تارك الزراعة السلاح يعتبرها عصب الحياة، لما لها من أهمية ومركزية تتحقق في المستوى الأرضي في المركزية الإنتاجية للمجتمع الفلاحي. يرى قطان أي إخلال بأي من المركزية الكونية أو المركزية الأرضية لشأنه إحداث خلل في بنية المجتمع الإنتاجي. أيضا يعطي وسامي أهمية للعمل وما له من أثر في عمارة الأرض. أفضل فأفضل الأعمال عنده هي هو الفلاحة. في نظرهم الفلاحون هم ما مقبلين على ما يرضان في عمله في عمارة الأرض، وأن ضدهم أولاك الزهاد العباد الذين يتركون العمل ويذهبون للزهد والعبادة، فهم أهل المعاصي ومعاصي الله والخارجين عن طاعته. بقي طبعا هو الكتاب في كثير من المقاربات التي تقارب بين الفلسفة والفلاحة، وأجده كتاب يعني كتاب طريق في أفكاره، طريق في طرحه للجمع بين الفلسفة والفلاحة. فمن هذا المنطلق أعرف أنه فعلا الفلسفة هي أم العلوم، فنحن يقع تحت إذنها دائما مؤلفات من العلاقة بين الفلسفة واللغة.